رجعنا لكم مرة تانية ووصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن خشونة المفاصل عند رياضيين. من الأمور المتوقعة والطبيعية اللي ممكن تحصل لنا كلنا بعد ممارستنا لأي نوع من الرياضة، خصوصا الرياضات الصعبة اللي بتستمر لفترة طويلة، وهي وجود بعض الألام في المفاصل والعضلات أو سماع صوت طرقعة في المفاصل. يمكن اتكلمنا عن ده الحلقة اللي فاتت، ودي ممكن تكون حاجات عادية وغير مقلقة، لكن في حالة بيكون فيها الألم شديد جدا وممكن يستمر لمدة طويلة، وممكن يكون ليه أبعاد تانية زي إصابة المفصل بضرر أو تمزق في الأربطة أو وجود مشكلة في الغضاريف أو الإصابات بالخشونة وغيرهم كتير قوي من المشاكل. عشان كده النهاردة هنتكلم عن خشونة المفاصل عند الرياضيين وإزاي نخلي بالنا كويس مع ضيفي اللي منورني دكتور أحمد رأفت، أخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركة بيكس فارما. مساء الفل يا دكتور. مساء النور. كلنا عندنا الطقطقه دي، ويمكن اتكلمنا عليها الفتره الحلقه اللي فاتت، بس امتى احس ان لا انا اللي عندي ده حاجه صعبه، اللي عندي ده بدايه خشونه، اللي عندي ده لازم اخد بالي منه جدا وابتدي اخد خطوات صح؟ طيب، هو مبدئيا زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت، احنا قلنا الطرقعه دي اصلا علامه بدايه الخشونه. أوكي. فطالما دي موجوده فنبدا اكير قوي وابدا اركز انا ليه بيحصل الطرقعه، بتحصل امتى؟ هل لما بقعد كتير، ولا هل لما وانا ماشي على طول عماله اطرقع، ولا كل حركه بتطرقع؟ ده بيفرق طبعا. تاني حاجه، ان امتى اروح لدكتور او امتى ابدا اكشف؟ يعني مع بدايه البين، او بدايه ان انا احس ان في الم بسيط في رجلي اصلا وانا بعمل اي حركه طبيعيه. أوكي. فابدا لازم اروح اشوف ايه السبب، لان مش طبيعي ان انا يكون عندي الم اصلا. تاني حاجه برده مهمه قوي قوي، ان انا اركز في حته هل المفصل بيورم ولا لا. يعني هل انا مثلا بمشي كتير بيحصل ورم؟ لو بيحصل ورم فدي برده علامه ان في التهابات بتحصل جوه المفصل، سواء في الغشاء او في العظم. طبعا لسه ده هيتحدد بعد الكشف، بس هو ضروري جدا لو في ورم او الم لا اروح للدكتور على طول عشان اعرف ايه سبب ده ونحله بسرعه. نروح للرياضيين، عايزين نعرف ايه سبب خشونه المفاصل عند الرياضيين، وهم من اكتر الناس اللي بيهتموا بعضلاتهم وبيقووا عضلاتهم سواء الاماميه او الخلفيه، فليه بيحصل لهم خشونه؟ طيب، ليه بيحصل لهم خشونه؟ لان الاوفر يوز، وبالنسبه للرياضيين هم بيستخدموا المفاصل بشكل كتير قوي عن البني ادم الطبيعي. ثانيا، اللود في التمرين برده بيفرق جدا، هم بيبقى عندهم تمرينات ضغط جامده قوي قوي قوي، وطبعا مطوشه كتير وحاجات كتير، فبيضطر ان هو يعمل ساعات اوفر يوز على المفصل. فدي حاجه بتخلي العضله اصلا ما تبقاش شايله خلاص، فيبدا المفصل هو اللي يشيل. الحاجه الثانيه المهمه قوي في الرياضيين اللي بيهملوها ساعات هي الاطالات. يعني ممكن تلاقي اللعيب او حد ما بيركزش قوي في الاطاله ويركز في تمرين التقويه، ودي مشكله بقى بتخلي الدنيا تقصر اكتر في المفصل فيبقى قريب. الاطالات اللي هي الاسترتشنج اكسرسايز دي بقى مش كتير بيركز فيها، حتى كلاعيبه تلاقيهم ممكن يعملها كده بسيط، يعملها سريعا وينزل الملعب. فهي دي الازمه كلها، انه لازم يركز قوي في الاسترتشنج اكسرسايز ده، لان اطاله العضله بتدي مدى للمفصل انه يشتغل بعيد عن بعضه زي ما هو المفروض ربنا خلقه. انما لما بيكون العضله الخلفيه مثلا قصيره وقويه قوي، فبيبقى المفصل قريب، حتى لو الاماميه شايله فهي المفصل عمال يحتك، فده اللي بيعمل مشكله اصلا عند الرياضيين. زي برضو فكره التنس، ما هو في حاجه اسمها تنس قلبه، بتيجي ان العضله نفسها بتلتهب من كتر الاوفر يوز. هو عضلته قويه كويسه قوي، بس هو من كتر الضربه اللي بيعملها في التنس بيبدا يحصل له التنس قلبه، اللي هو التهاب في العضله مش في المفصل. بس ده من كتر الاستخدام طبعا، تمرين وماتش ووقت كبير، وحته بقى ان هو ما بيشربوش ميه كويس. طيب دكتور، احنا بننصح دايما بالرياضه وبنقول لازم نتمرن، طب نعمل ايه علشان نتفادى خشونه المفاصل او الام المفاصل واحنا بنتمرن؟ ايه الحاجات الاجراءات اللي ممكن نعملها علشان تساعدنا نحافظ على نفسنا؟ مبدئيا كده واحنا بنتمرن زي ما اتفقنا، الاطالات دي حاجه مهمه قوي لازم اركز فيها واحافظ على المدى الحركي بتاع العضله. تاني حاجه على طول بقى ان انا اشرب ميه كويس قوي واعوض نفسي بالسوائل اللي بفقدها في التمرين، لان برده الميه اثناء التمرين هي طبعا في السبورتس درينك بيبقى افضل طبعا اثناء التمرين، لانه بيعوض بالالكترولايتس المطلوبه كلها. ده مهم قوي، ما ينفعش ان هو يتنسي، ويبقى له كل ربع ساعه المفروض 250 مللي جرام. ده المفروض كل ربع ساعه ياخد 250 مللي بيبقى من السبورتس درينك. من السبورتس درينك اللي هي الحاجات اللي بتبقى الوان كده بيبقى لونها اصفر، او يعني مدي على اصفر شويه، لان هي بتبقى فيها اصلا كل الالكترولايتس اللي الجسم بيفقدها، لان هي بتعوضه عن مش السوائل بس، ده كمان حاجات تانية بمحتاجها الجسم زي الاملاح زي السكريات، لان هو عشان يبقى فيه طاقه لازم دول يبقوا موجودين. فبالتالي السبورتس درينك احسن من الميه. دي هي بتبقى البي سي دبل اي والحاجات دي. ايوه بالظبط، الحاجات اللي بالبطيخ واللي بالفاكهه هم دول. وده ممكن حتى بيتعمل في البيت ساعات برضو، بس بالبرتقال او بالليمون، وليهم طرق معينه ووصفات معينه، وحسب فتره التمرين بنقول هياخد قد ايه معاه وهو رايح التمرين. فده مهم جدا انه يكون موجود بالذات للرياضيين، لان هو فقد الالكترولايتس بيخلي العضله تنقبض، وممكن
الاخر ما تعملش ريلاكسيشن. اوكي. فدي حاجه مهمه. تمام حلو. واخر حاجه بقى ان احنا لازم نتغذى كويس. الغذاء ده مهم قوي 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 في حته ان المفاصل واللي بيحصل عليها احتكاك دي بتتبني كل يوم. فانا لو ما عنديش الحاجه اللي ابني بيها مش هتتبني، بالعكس هتتاكل اسرع وهيبدا تختفي وهبدا اخش في مراحل خشونه. فالغذاء شيء مهم قوي ان انا اكمل بيه الحاجات اللي ناقصاني. طبعا احنا كلنا معظمنا ما بيتغذاش دلوقتي بالزبط. كويس وبالاكل كله مهملين فيه. فبالتالي المكملات الغذائيه حاليا هي بتعوض عن ده، ان انا باخد الحاجات اللي انا محتاجها على طريق تابلتس فجسمي يخزنها عندي، فيوم ما يحتاجها يلاقيها يبني بيها سواء الغضروف او العظم او اي حاجه تانية مشكله عندي. ايه بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ يعني ايه السبلمنتس اللي كل بني ادم محتاج ياخد منها علشان الجوينتس بتاعته او المفاصل بتاعته ما تتاثرش؟ مبدئيا كده احنا الجوينت بيكس ده مهم قوي. أوكي. ده فكرته ان هو معمول للمفاصل مخصوص. ده مكون من 5 عناصر: الكوندروتين والجلوكوزامين والهايلورونيك اسيد والبرومالين والجينجر. حلو. الكوندروتين والجلوكوزامين دي المواد اللي بتكون اصلا في المفصل اللي الجسم طبيعي بينتجها وبيبدا يبني بيها المفصل. تمام. الغضروف. فطبيعي انا لما اديها له من الخارج فبقى المخزون عنده كبير، يبدا يبني منه زي ما هو عايز. حلو. الهايلورونيك اسيد هو ده السائل اللي موجود جوه المفصل، هو ده اللي بيحافظ على اللوبريكيشن او التزييت اللي جوه زي ما بيقولوا، فبيخليه ما بيحتكش ببعضه. ده طبيعي مع السن ومع الاوفر يوز بيبدا يقل. فعشان كده بنبدا اسمع صوت الترقعه. فالهيلورونيك اسيد موجود برده في التابلت. البرومالين دي ماده مستخلصه من الاناناس وهي ماده مضاده للالتهابات، والجينجر هو مسكن طبيعي ربنا خلقه لنا بنستخدمه كمسكن. فدول في الحالات العلاجيه اللي عندهم الم او بيشتكوا من الم بيفرق معاهم جدا ان هو بيقضلهم على الالم، في نفس الوقت بيبقى عنده مخزون يبني بيه الغضروف فتبدا الدنيا تتحسن افضل. اوكي. ده كده اول سبب. ده اول. تاني حاجه مهمه قوي ان طبعا زي ما قلنا المفاصل فيها عظم، فطبيعي الكالسيوم هنا اهو ده هنا كده مفصل الركبه. مع الاوفر يوز بيبدا يحصل يعني احتكاك جامد جدا، فيبدا الغضروف اهو يضغط على بعضه فيبدا يحصل تشققات وتكسرات، وبعد كده يبدا يتاكل خالص فيبدا يختفي من وجود، ما بقاش موجود. اللون الابيض ده هو الغضروف. هيبدا تدريجي هو يبدا يتاكل خالص مع الاوفر يوز. بس كده بدانا بقى نشوف ايه العظم هو اللي باين اهو، فهيبدا العظم بقى هو اللي يحتك بعضه. صحيح. فبالتالي هيبدا نوصل لمرحله ان العظم ده كل احتكاكه بيوجعني بيألمني مش قادر. مره في مره هيبدا العظم ده من كتر الاحتكاك بيعتبر ان هي كانها اصابه، فيبدا يكون زوايد عظميه ثانيه. فبالتالي الزوايد العظميه دي بقى كل مره تخبط اكتر تسبب لي الم اعلى. طبعا. ان هي بدات تبقى نتوءات زي كده. أيوة. يعني زي دي كده. تخيلي. أيوة. دي بقى لما تمشي كده في ركبك هتلاقي كده طبعا اكيد في الم رهيب جدا. أكيد. مش تقدري تقفي مرحله زي كده، خلاص بيبقى المفروض تغيير مفصل، ما لهاش امل انه يعمل اي حاجه تانية. بيحصل ده دايما يا دكتور مع كبار السن برضو، تلاقيهم مش قادرين يمشوا، اصحاب الوزن الزايد مش قادرين يقفوا. هي يعني نفس المبدا بقى ان الوزن الزايد ده اتفقنا ان اللود بيبقى نازل على العضله كبير قوي. فبالتالي العضله مش شايله الوزن ده، فالمفصل خبط في بعضه واحتك. كبار السن المشكله ان مش مساله المفصل احتك، هي العضلات بدات تضعف وهم اهملوا في نفسهم شويه. ومع عدم الغذاء برده لانه بيفقد الشهيه مع السن. ومفيش رياضه، فبالتالي هو ما بياكلش كويس. فالغضاريف بتبدا تتاكل اسرع بكتير جدا لان الجسم خلاص كبر فمبقاش ينتج الحاجات دي بسرعه. فيفضل دايما المكملات. عشان كده احنا اتكلمنا عن فيتامين واحد، عايزين نكمل بقيه زي ما اتفقنا بقى ان العظم موجود تبع الجوينت، فبالتالي الكالسيوم حاجه مهمه قوي قوي لازم تكون موجوده عندي. طبعا. ومعظمنا برضو بعيد عن الجبنه واللبن، وبقى ناس كتير قوي ما بتشربش لبن دلوقتي خالص، وده شيء خطر يعني. وحتى هو ده مصدر الكالسيوم. خلينا نقول انه حتى لو بنشرب لبن وبناكل منتجات البان، صعب قوي دلوقتي ان انت تاخد كل كفايتك من الكالسيوم من الاكل. ده حقيقي. عشان نبقى واقعيين، حتى لو الاكل كمان بناكله فهو ما بيكملناش اللي احنا محتاجينه، او على الاقل هيديني شويه ومش مش هيعمل مخزون عندي، لان انا برده مش باخد الكميه الكافيه. فبالتالي الكالسيوم مهم جدا عشان هو ده اللي بيبني العظمه. هو ده البيلدينج بلوك بتاعت العظمه. وكل يوم احنا عظمنا بيتاكل وبيتبني، فمحتاج كالسيوم كل يوم. فطبيعي انا لو ما خدتش كالسيوم النهارده مش هيتبني عظم جديد، هبدا اوصل ان عظمي يبقى ضعيف، او احس بالام وانا مثلا قاعد شويه هوا جم سقعين احس ان ركبتي وجعتني، او ده معناه ان العظم ضعيف مش قوي. طول ما بيبقى فيه غلاف حواليه والدنيا قويه ما بيبقاش تعبان. حته ان انا اقوم امشي واتعب بسرعه واحس ان العظمه دي بدات تلتهب، فتعرفي برده ان هي كده بدات تخش في مراحل ان هي ضعيفه مش قويه. طول ما العظمه قويه ما بتحسيش بالم، ما بتحصلش حواليها التهاب. فعشان كده الكالسيوم مهم قوي، وعشان كده هم عملوا سي دي زد بيكس. بيكس فارما سي دي زد بيكس ده كالسيوم سيتريت. دي التركيبه الكيماويه الامنه اللي ما بتوجعش البطن وما بتعملش غثيان ومريحه جدا في امتصاصها، وبالعكس الجسم بيمتص معظم الكالسيوم منها. كالسيوم كربونات هو ده اللي متعب شويه، في ناس بتشتكي ان هي بتاخده بتتعب. انا عايزه اقول لحضرتك بقى على حاجه، انت لفتت نظري، انا كل يوم الصبح باخد الفيتامينز بتاعتي، فانا باخد فيهم كالسيوم. اوكي.
وبركب العربية بحس ان انا يعني مش مظبوطة. تمام. يعني ما كنتش عارفة السبب بجد، انا عرفته وانت قلت كالسيوم هو اللي بيعمل فيها كده. ايوه ده مليون في المية. وحسب بقى التركيبة هتلاقيه كالسيوم كربونيت مش كالسيوم ستريت، لان كالسيوم ستريت ما بيعملش المشكلة دي. كالماج او حاجة كده. ما هو هتلاقيه كالسيوم كربونيت. أيوة. اكتر هتلاقي التركيبة كالسيوم كربونيت وهو ده اللي بيعمل الغثيان بتاع الصبح. ده ببقى مش قادر. الكالسيوم ستريت لا، ده بالعكس امتصاصه سهل وما بيعملش اي مشاكل مع المعدة خالص. وبما اننا اتكلمنا على الكالسيوم فلازم بقى نقول ان اساسا من غير الفيتامين دي الكالسيوم مش هيعمل بايندينج مع العظم. بالظبط. بالتالي فيتامين دي مهم قوي برده جدا، وعشان كده في دي بيكس ده الفيتامين دي اللي هي 2000 اي يو اللي هي المفروض الريكومندد ديلي دوز اللي المفروض البني ادم ياخدها يوميا. ديلي يوز. ديلي 2000 2000 ملي جرام. ديلي 2000 ديلي. يعني احنا الروشته بتاعتنا ناكل كويس، نمارس رياضه، نعمل اطالات او ستريتشنج، وناخد مع الغذاء مكملات الغذائيه. مكملات لنا الفيتامين دي علشان اللي هو الكالسيوم مش هيرتبط اصلا من غير الفيتامين دي. الجوينت باكس ده علشان المفاصل، عشان المفاصل. وفيتامين دي والكالسيوم عشان امتصاصهم مع بعض، عشان العظم. ده عشان العظم، عشان العظم وعشان ما يجيش هشاشه. تمام. ده في دي بيكس اهو، ده فيتامين دي. ده المفروض احنا فيتامين دي موجود في الاكل بس موجود في الكبده والحاجات الخضراء بس بنسبه قليله قوي، وفي نفس الوقت ما بيمتصش بشكل ضخم، فعشان كده هي المصدر الرئيسي للفيتامين دي هو الشمس. واحنا معظمنا برضو مش بيتعرض للشمس بشكل صحيح. ومش بنعرض جلدنا كله للشمس عشان هو الجلد المصدر الرئيسي لامتصاص فيتامين دي. صحيح. لازم يكون جزء كبير جدا متعرض عشان يمتص كتير. فده مش بيحصل. غير المواعيد طبعا، ان المفروض الميعاد الصح ان من 7 ل 10 او من 3 لغايه المغرب. دي انسب مواعيد لفيتامين دي. اللي من 10 ل 3 ده مش حلو، ومعظمنا بيبقى موجود في الشمس في المعده. اللي هو اصلا الالترا فايلت ريز بتفيد بقى كتيره، ودي مضره مش مفيده. فدي الازمه. فالفيتامين دي معظمنا عندنا في نقص، وبالتالي هو لازم مكمل غذائي. اخر حاجه خالص في الفيتامينز اللي هو الالب مالتي فيت، ده مالتي فيتامين. بقيه الفيتامينز بقى اللي الجسم محتاجها كلها، سواء فيتامين بي كومبلكس اللي هو للاعصاب، سواء مغنيسيوم، سواء بوتاسيوم، سواء زنك، سواء كل الحاجات دي موجوده بقى فيه عشان النشاط والتركيز. لان جسمنا برده من غير فيتامينز بيحس ان هو همدان، مش قادر، انا النهارده مش مركز شويه. ده نقص فيتامين ضروري جدا يتعوض عشان تبدا تحس بنشاطه وبقوه. فده مهم جدا قوي كلهم على بعض. هي دي المكملات اللي احنا محتاجينها يوميا. طب الكورس ده ملوش فئه عمريه معينه، يعني ما ننصحش بيه حد معين، من سن كام يقدر ياخد الكورس ده عادي؟ احنا بنقول من اول ما يعني سن اول ما يقدر يبلع الحبايه يبقى يقدر ياخدها، بس احنا بنفضل ده بنقول 16 سنه عشان يكون بدا يكون خلاص هو جرون. وخلاص وصل لمرحله نمو كويسه جدا. فبالتالي هو بيعمل مخزون للمستقبل، هو بياخده كوقايه مش هياخده عشان خاطر حاجه. بالزبط. انما طبعا لو في الام او في حاجه فهو بياخده بقى لانه يعالج المشكله، وفي نفس الوقت يكون في وقايه للي جاي بعد كده. اوكي. ف 16 سنه كويس قوي، وبعدين بيكون برده بدا يكون رياضي، فبيبقى برده عليه لود اعلى كتير. صح. بالذات اليومين دول كمان الاطفال الشباب كله بقى يروح للرياضه، وده شيء كويس. فبيبقوا مركزين معاهم قوي، وبعدين ما بياكلوش كويس. مزبوط. دي بقى المشكله الثانيه، ان هم حتى الاطفال دلوقتي الرياضيين ما بياكلوش كويس. صح. والاهالي بتبقى شايفهم رفيعين وعضلاتهم ضعيفه، بس ما حدش بيتجه انه لازم يروح تغذيه رياضيين. ضروري جدا الاطفال الرياضيه تروح لدكتور تغذيه رياضيين عشان خاطر ياخد النظام الغذائي صح، فيبني جسمه صح. ما يبداش الجسم ياخد من اللي عنده عشان يعوض التدريب او صح. التمرين. ما يبتديش من الاول على ضعف يعني. بالظبط. ما هي دي بقى المشكله اللي احنا بنواجهها دلوقتي، ان في كتير قوي اصلا بيوصلوا لمرحله الرياضه ليه هو جسمه صغير. صح. وتعبان يعني. وده مش حلو. المفروض ان هو يبني جسمه من الاول عشان ان شاء الله لما يبقى رياضي محترف فيقدر ان هو يبقى قوي. صح مظبوط. دكتور، اصحاب الامراض المزمنه هل امن ان هم ياخدوا الكورس ده ولا لا، ولا انتوا الاول بتشوفوا كل حاله على حسب؟ هو كده كده في فريق طبي مختص بيرد على اي حد بيتصل على التليفونات عشان يطلب الاوردر بتاع المكملات، بيعرف منهم كل المشاكل. بس هو ككورس هو امن تماما، ما فيهوش اي مشكله، لانها كلها مواد طبيعيه ما لهاش علاقه باي حاجه خالص كيماويه. هي كلها مواد بتفرز داخل الجسم. فبالتالي هو لما بيجي له من بره هو لو محتاج بيستخدمه على طول، لو مش محتاج فبيخزنها في المخزون بتاعها لحد ما يحتاج يستخدمها. انما هي ما تتفاعلش مع اي حاجه وما لهاش دعوه باي مرض خالص. تمام. يعني امنه. امنه تماما. طب الجرعات ومده الكورس، يعني دلوقتي قررت ابتدي الكورس افضل اخده طول الوقت ولا هو لفتره معينه؟ اولا هو احنا بنعمل تحاليل الاول طبعا عشان نشوف نسبه النقص اللي موجوده في الفيتامينز اللي عايزينها قد ايه. تمام. وبالتالي بنحدد وقت الكورس قد ايه. انما الجرعات هو الجوينت بيكس بتاخد حبايتين في اليوم، وبقيه المكملات كلها هي حبايه في اليوم واحده بس. ازاي بقى ممكن لو حد بيتفرج وعايز يشتري الكورس؟ هيتصل بالارقام اللي موجوده على الشاشه، هيتواصلوا مع فريق طبي مختص تماما هيرد
عليهم ويعرف كل استفساراتهم وايه طلباتهم وهيشوف اي مشاكل عندهم وهيديهم الكورس بناء على احتياجاتهم هم. مين الاكثر عرضه للاصابه بالخشونه؟ ستات، رجاله، الاطفال، الرياضيين؟ الستات اكتر من الرجاله طبعا. الستات اكتر؟ اكتر طبعا. ليه بقى؟ لان زي ما اتفقنا كده برضو الستات اولا يعني الحمل والولاده دول جزء رئيسي جدا جدا من ان هم بيتاخد من مخزونهم في الولاده بالذات والاطفال، لان عشان يتبني جسم الطفل بياخد من الام، والام ما بتاكلش كويس. ده رقم واحد. فطبيعي بيحصل ان هي مع تكرار كمان الحمل والولاده الموضوع بيسوء، يعني بيوصل ان بعد كده ممكن يتاخد من عظمها الكالسيوم عشان يروح للبيبي. فهي ما تبقاش حاسه بده ومش تشعر بيه غير ان هي بعد الولاده تقول لك انا على طول دراعي بيوجعني، رجلي على طول وجعاني، بتشتكي دايما من الم ظهر. فتبدا تكشف هتلاقي عندها هشاشه او نقص فيتامين دي، ده حاجه يعني، بس الهشاشه دي اكيد لان هي بتبقى مهمله في صحتها هي شخصيا. لازم دايما المخزون يكون مليان، انا ما ينفعش اعتمد على الاكل اللي انا باكله ده هو ده اللي هيكفيني، ده بالعكس انا لازم اخد الزياده عشان احوش فيوم ما احتاج الاقي. تلاقي عندك مخزون، وهي دي المشكله اللي بتواجه معظم السيدات، عشان كده دايما النسبه اكتر في السيدات في الخشونه. طبعا تاني حاجه الكعب. ده بقى من احد الاسباب الرئيسيه ده كارثه لخشونه الركبه بالنسبه للسيدات والانكل والظهر كمان بيتاثر جدا من موضوع الكعب ده طبعا. على فكره الكعب بيأثر على الجسم كله، يعني بيعمل لودنج في حاجات كتير غلط فبيبدا يعمل مشاكل في المفاصل. في ستات تقول لك انا متعوده على الكعب، انا بلبسه من وانا صغيره، انا مش بيضايقني. هل مش بيضايقها؟ مش بيضايقها، بس هي هتكتشف بعد كده ان السمانه شدت واسرت، بدات تشد الخلفيه، بدا يجي لي مثلا الغضروف في ظهري. هتقول لي جالي فجاه؟ لا هو ما جاش فجاه، هو حضرتك بتلبسي كعب بقالك سنين وفترات طويله جدا وما بتعمليش ستريتشنج اصلا للسمانه خالص، فطبيعي ايه اللي هيحصل؟ هبدا اخش في مشاكل ثانيه قدام. انما هو احنا ما بنقولش ما نلبسش كعب، اكيد في مناسبات وحاجات لازم الواحد يلبس كعب، بس في بقى حاجات معينه بعديها لازم ارجع البيت مثلا اعمل ستريتش للسمانه، اشوف مثلا ظهري اتاثر ازاي، اعدل البوستشر بتاعي، اظبط نفسي وهكذا. بقول لي طرق التواصل، احنا للاسف يعني وقت حلقتنا خلصت، بس عايزاك تقول للناس كمان تفكرهم بطرق التواصل. طيب طرق التواصل، التليفون موجود على الشاشه، هيتواصلوا معاهم في اي وقت، هيلاقوا فريق طبي بيرد عليهم ان شاء الله ويوفر لهم كل احتياجاتهم. دكتور نورتنا وشرفتنا ودايما كده موجود معانا ومنورنا. ميرسي ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده من الحريفه، نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه.